to 26. So here in this activity, we are going to go to part 6 of the interview between Jenny and her grandmother, yani part 6, la partie 7, and reorder the jumbled exchanges. نتا احنا راح نرتبوا هذو الكلمات اللي هما ولا هذو الاكسبريشنز ولا هذو الجمل يعني باش نرتبوا الحوار دايلوج. So we have well, life is not what it used to be. Times change, my little darling. This is the first one. يعني هذه اول بابل اول حاجه قالتها الجده قالت لها الحياه ماهيش كما كانت من قبل الوقت تبدل عزيزتي. So the second one is I guess. Second, هذا الجواب تاع جيني. I guess they will always do grandma. يعني هذا هو الثانية. الثالثة number three هي you are right. Jenny times will always change. يعني الوقت دائما يتبدل. Number four. Thanks grandma. For being so patient with me and my questions. قلت لها مرسي جدتي لأنك كنت صبورة معايا وأجبتيني على كامل الأسئلة تاعي. Number five. This is I don't like cameras, but your questions reminded me of the good old days. So thank you, sweetheart. قلت لها أنا ما نحبش الكاميرا بزاف. لكن الكيسون تاعك ولا الاسئله تاعك فكروني في الايام الجميله القديمه الجميله تاعي. So thank you sweetheart. قلت لها شكرا جزيلا عزيزتي. Number 6 and the last one يعني اخر وحده. I love you so much grandma, give me a hug. قلت لها نحبك كثيرا جدتي عانقيني. So this is the jumbled exchanges, how we order them, يعني we reorder them to get a coherent dialogue ولا interview باش يكون عندنا interview يعني منظم. We go directly to task 28. In task 28 we are going to use all the information in tasks 1, 7, 9, 12, 18 and 22 to complete the interview card about the grandmother's childhood. So what are we going to do? حنجمعوا كامل المعلومات اللي قريناهم هنايا في هذو التمارين اللي فاتوا اللي درناهم باش نكتبوا واش باش نكتبوا هذا الانترفيو كارد grandma's childhood يعني grandma's childhood اللي هي طفولة الجدة. انترفيو كارد هذا الكارد راح نجمع فيها معلومات من خلال الانترفيو اللي درناه. Date and place of birth يعني رايحين نديرو انترفيو مع جداتنا وين ولا اجدادنا وين رايحين نسقسوهم على date and place of birth يعني تاريخ ومكان الميلاد. Type of dwelling يعني وين كانوا يسكنوا. Description of farmhouse يعني يوصفوا المنازل تاعهم جينيرال ممكن كانوا يسكنوا في منازل في المزرعة ولا في اكواغ cottages يعني في اكواغ الوغ رايحين نسقسوهم عليهم. ديلي روتين واش كانوا يديروا في حياتهم اليوميه الاعمال اليوميه بيثان اللي هي يعني الاستحمام فارم وورك اللي هو العمل في المزرعه تشوز اللي هما هاوس وورك اللي هو ميناج اتسيترا. سو فود تايبيكال ديشز اللي هما تايبيكال ديشز اللي هما يعني الاطباق اللي جينيرالمون يديروها مثلا كيما كسكس شخشوخه تريده رشطه اتسيترا يعني احنا نعرفوا انه الاطباق التقليديه كانوا يديروهم زمان. تايبل مانوز يعني كيفاش كانوا ياكلوا اسكو كانوا ياكلوا كيما حنا دركا يعني ناكلوا بالمغرب في الفرشيطه ولا اسكو ولا يقعدوا في الكرسي ولا ياكلوا في الارض. كلوذين ايفري داي اند سبيشال اوكيجنز يعني كلوذين واش كانوا يلبسوا في كل يوم واش كانوا يلبسوا في المناسبات الخاصه. سكول يونيفورم واش كانوا يلبسوا في المدرسه باسكو جينيرالمون كاين لي لا بليبار ما كانوش يقراو اللي كانوا يقراو واش كانوا يلبسوا. childhood games يعني واش كانوا يلعبوا boys واش كانوا يلعبوا كالعاب و girls كيف كيف. childhood memories description of first day at school وتسألوهم على يتسألوا على اول يوم في المدرسة. احنا راح نعمرو الانترفيو تاع اللي درناه يعني راح نجمع المعلومات كامل على الجدة تاع جيني
وكاين اساتذه اللي يقولوا لكم لا لا هذا الانترفيو كارد طبقوه على اجدادكم، يعني كل واحد يطبقوا على جدو ولا جداتو. فحنايا راح نديرو هذا الانترفيو كارد، راح نديروه على جراند ماس تشايلدود، يعني على الجراند ما تاع جيني، يعني على جدات جيني، يعني الاجابات اللي راح يكونوا هنايا كامل من خلال الانترفيوز اللي درنا. date and place of birth، وقتاش زادت جدات جيني. Date and place of birth is in 1939. أنا مش راح نكتب الأجوبة هنا، بس كورا نكتب لكم فيهم ديجا. North of England، يعني الصورة راهي قدامكم نتوما تبعوا معايا. Type of dwelling، type of dwelling هي يعني وين كانت تسكن. They had got two rooms، كان عندهم زوج غرف، a kitchen مطبخ، but no bathroom، ما عندهمش السال دو بان ولا دوش. The toilets were outside the house، يعني لي تواليت كانوا برا من المنزل. Daily routine، واش كانوا يديروا في daily routine تاعهم، واش كانوا يديروا في الاعمال اليوميه. They used to take a bath once a week، كانوا يدوشوا مره في الاسبوع. They used to help their mother with the housework، يعني كانوا يعاونوا امهاتهم في المنزل، في العمل تاع المنزل. They took turns to feed the chickens, ducks and geese، كانوا يعني يديروا الدلع باش ياكلوا الدجاج والبط والإوز. They also milked the cows، وكذلك كانوا يحلبوا البقر. For the table manners، they used to eat porridge at breakfast and Yorkshire pudding with gravy, meatballs, kidney pies and brown bread. هذو كامل الأكلات اللي كانوا ياكلوها. We had homemade cookies، يعني ونخدموا الكوكيز في البيت. This is food. We go to the table manners، يعني كيفاش كانوا ياكلوا. The family used to gather around the table، يعني كل العائلة كانت تتلم حول الطاولة، تجمع حول الطاولة. We weren't allowed to put our elbows on the table، يعني ما كناش نحطوا المرافق تاعنا فوق الطاولة ولا ما نهضروش. With our mouths full، يعني ما نهضروش والفم تاعنا معمر. Mom used to serve my father that first، يعني الأم تاعي كانت تحط للأب تاعها هو الأول، الأم تاعها كانت تحط للأب تاعها هو الأول وبعد هما ياكلوا. Clothing، واش كانوا يلبسوا؟ كما قلنا كانوا يلبسوا quite casual and formal، يعني كانت ملابسهم رسمية somehow. For the occasions they used to swap، يعني يجيبوا الملابس من their cousins، يسلفوا الملابس من عند الكازنز تاعهم، يعني من بنات العم تاعهم ولا بنات الخال بلا. They had beautiful dresses، يعني الجدة كانت تسلف الملابس في المناسبات من عند بنات عمها ولا بنات خالها. school uniform، يعني واش كانت تلبس الجدة؟ كما قلنا من قبل كانت تلبس جيم سليب و اتسيتيرا. So for the school uniform this is they used to wear gym slip هي dress without sleeves، يعني هي dress اللي وريتها لكم اللي ما عندهاش ليمونش and etc، يعني راكم تشوفوا في الاجابه. childhood games كانوا يلعبوا skipping rope اللي هما لاكورد، hopscotch، لي كاري، marbles for boys كانوا يلعبوها etc. childhood memories description of the first day at school، she said that my first day at school I remember that my father took her، يعني الاب تحدها اللي كل في اول يوم للمدرسه. so this is our video for today and this is our keys for all the tasks، يعني هذا هو الحل تاع كامل الاجابات تاع كامل التاسكس اللي درناهم. I hope you have understood and I hope that you have benefited from these videos. يعني نتمنى انكم استفدتوا ان شاء الله. اذا عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش سبسكرايب في القناه، يعني اشتركوا في القناه اذا مازال ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس هكذا باش يلحقكم كل the coming videos ان شاء الله. راح يكونوا ثاني حل تمارين تاع اي براكتس، وراح يكون فيه دروس وكذلك مراجعه. So see you in the next video. Goodbye.